मुअम्मर गद्दाफी का तारीखी किताब जिसमें उन्होंने गजा के बारे में बातें की जो आज सच साबित हो सकी हैं, देखें उर्दू और अंग्रेजी तर्जमे के साथ। بغداد دمرت بالكامل، يا اما من مدنيين ماتوا وعائلات ماتت ومناسبات افراح ضربت، قال نحسبوها تجمع معادي، وعمارة قالوا فيها ارهابي دمروها على ما فيها، وسوق دمروه قالوا فيه ارهابيين دسوا في السوق ضربوا كل اللي في السوق، مليون مليونين ثلاثة ماتوا في بغداد، والطائرات الامريكية اللي قال احنا بنقضي على الارهاب بنقضي، قالوا على حزب البعث بنقضي على القاعدة، وبالتالي احنا حرار نستخدم القوة المفرطة. غزة شفتوها الاسرائيليين ولا حد دانهم، الامريكان يدافعوا عنهم لعند الان، قالوا الاسرائيليين قالوا عندهم الحق دفاع عن النفس، يجب يحاصروها بالبر والبحر والجو، ويجب يدكوها بالقنابل، دبابات تسحن داخل شوارع غزة وتقتل كما تشاء.